دروك انت ما كثار ما كاينش يبان واحد اللي بيدوي يدخل من الباب. سير خاصنا اذا مرحبا بكل متتبعي ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا تواجدوا مع مجموعه ديال الشباب اللي كانوا يعني كانوا على امل انهم باش ينهيو واحد الفيديو كليب ديالهم في الدوديات بحي الدوديات، واللي كان يعني درجت صور حول انه كان في هذا الفيديو كليب استعملت اسلحه البيضاء يعني وكذلك البيتبول. نخليهم هما على لسانهم هما يحكيو اش وقع هذيك الليله وعلاش بالضبط تم يعني توقف تصوير الفيديو كليب. مرحبا بك اخويا، يعني انت صاحب الفيديو كليب، يعني اشنو اللي وقع بالضبط هذيك الليله؟ تفضل. مرحبا اخويا بالمتتبعين شوف تي في. اول حاجه بعدا ماشي البيتبول اللي كانوا، كان بيرجي ارمون، كان روت رواي. هذه الكلابه ماشي بشي كلاب شرسه، ما جات كلاب تبارك الله اللي اليفه. راه سبقنا درنا بورتري على هذه الكلاب هادو مواقع التواصل الاجتماعي بان كلاب اليفه. وبالنسبه لهذاك النهار كثروا عندنا الغا وكثرت الصحافه حتى هي لعبت الدور ديالها ولبس لنا شي اتهامات شي اشكال وخوات الهضره وكثرت الهضره وتفاعلت الناس نيت. لا يعقل انتم راس الماسونيه في بلاد اسلاميه وبلاد مؤمنه الحمد لله وبلاد بخير وعلى خير وش امبوسيبل. ودوك الشبهات اللي نسبوا لنا بالنسبه للاجرام، ما كان لا اجرام لا والو. خرجنا البورتريات مواقع التواصل الاجتماعي وما زالت تلقاو انتقادات باننا راه مجرمين وكذا وخصنا الحبس وخصنا. وهاد الهضره هي وفرا على راسها الحكومه. هذا بحال 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 هاد الهضره هادي خويا صنع لنا بها شي جمله مفيده فهمتيني ولا سكت سير بها شي حاجه عفويه سير صنع لنا شي بيكالا دير شي انجاز صحيح تنقابلنا حنا ما تجي تفرشي انت. نعم، انا شنو السبب تتوقف الفيديو كليب هذيك العشيه فاش كنتو نتوما بتصوروا في وسط الدوديات في هذيك اللحظه؟ في هذيك اللحظه وقع واحد الهراس كبير واكتظاظ نتاع الناس الساكنه تماك وكثروا الاتصالات خفيه راه داكشي اللي كاين الناس تطور التليفونات وداكشي ما عرفناش اللي بالك الخير بالك اللي ما بالكش ما بالكش ما صرفني هكو غادي هكو غادي هكو غادي. انا شنو كان الموضوع ديال الفيديو كليب اللي كنتو بديروه؟ كان هذا هو الفيديو كليب الثالث؟ ايه ان شاء الله اللي غادي يصدر في الشهر الداخل بحول الله. ما كانش الهدف ديالنا هو شهر السيف البيضاء وترويع الساكنه ولا شي حاجه، كان غير سيف واحد. كثروا لنا الغا باش تشوفوا عاودوا الفيديوهات ورجعوا شوفوا الفيديوهات عاد تلقاو بان سيف واحد اللي كان ولا اللي هو سيف التخليجي كما قلت سابقا و جوج كيلاب ماشي بالشرسه حتى هي. والدراري اونطوني اونسومبل كلشي تيتعاون معنا والعيالات الساكنه عيالات كبار تيكالتو معنا الصف وتيقبضو معنا الدراري وقبضو معنا التوزان شي هزنا بروجيكتور خدامات حتى هو بخير وعلى خير ودايز عواج هاد عباد الله كثرات لنا الهضره وصافي. انا بالنسبه لهذوك المتخرجين شي حاجه ولا داك شي تويشيه ولا داك شي لعبه ولا صنع لنا شي حاجه نفرحوا بها. انت مقابل اللي شط عليه واحد 5 درهم تمشي سير شبع بها سير كلها فريش معشا صاحبي ما مغدي مقابلنا حنا عفنا حشومه كاع صاحبي سير حنا زوينين وسير سول لنا وبتلقانا زوينين ماشي داك الشيء تقول انت صاحبي. نعم انا نشوفه يعني الشاب الاخر اللي كنت هو كنت حاضر بطبيعه الحال ديك العشيه. تفضل. يعني كنت حاضر هذيك العشيه بالضبط اش وقع؟ قرب لك شويه الميكرو عافاك. الامور الحمد لله غادي تدوز دازت بسلام وغادي تدوز وغادي تكمل ان شاء الله السيمو ان شاء الله غادي تتم الامور مزيان. والله يهدي هاد الناس هادو اللي تيكثروا من السرسار بزاف تيسرسروا الله يهديهم اللي بيدير شي حاجه يدير راه نتعاونوا بعضياتنا ماشي مشكل انتوما اللي ما تدعوش تعاونوا لا خصوصا في مراكش عندنا ما كاينش ما تيتعاونوش عباد الله ما كاينش ما وجري راسك وتجيب كل شيء راسك وخدم راسك وجبد من الجيب وسير استديوهات. يعني ما كان عندكمش دعم ما مستفدين لا من دعم لا حتى شي حاجه يعني هادشي لا خويا هادشي تجري راسك تجبد من الجيب تطلع تعرقيب خويا تبقى تكعت هنا وهنا وهنا والدراري صحابنا والدراري الزوينين هادشي تعاونوا معانا. ولكن علاش اختاريتوا بالضبط هذاك المنطق هذاك الحي وداك السيكتور؟ تبدا داك السيكتور حيت شعبي وجا حدا الدار وقلنا زعما كاينه ترتيبات تماك وكاينه واحد شويه تاع المساعده من طرف السكينه قلنا راه غادي تدوز امور بخير وعلى خير. ما صورنا والو وداكشي صورنا راه غادي نقادو باقي غادي نصورو لهاد الكليبات البروجي هذا تبعونا عليه عباد الله عرفتي شحال هادي
خصوتونا بروجيات اخرين كنا غادي مزيانين كنا بنا مسكو عباد الله، ولكن الراب تجيما هكا والفن عندنا في مراكش. انا واش تفاجئتوا في هذه اللحظه فاش حضر البوليس تما؟ تفاجئتوا ضروري اش لا مفاجاه وسكتي تبارك الله واحد تدخل ما تدخلوش شي تدخل عادي ولا شي حاجه تبارك الله راه جهات بزاف تبارك الله اللي تدخلات والحمد لله دار خدمتها وما لقاتش علينا داكشي اللي كانوا تيسبوا لينا الناس الحمد لله. وحنا تنحاولوا نوصلوا واحد الفن اللي غطى عليه بزاف نتاع الفنون مؤخرا اللي ولا شعبي الحمد لله تشوف تصنت ليه الكبير والصغير الناس في الدار الناس مع ولادهم ولا كان شي شويه هتاف. موسيقتنا الحمد لله راه كاينه في لاشين ديالي اللي هي الكوفري دخلوا نشوفوا المحتوى ديالها كي جاي وما عندناش شي نيه جراميه هادشي اللي بغينا نوصلوا هو هذاك المنتخب ديال الله يجزيكم عاوتاني ما بقاش الهضره قول شي حاجه زوينه ولا سكتوا ولا وفروا لنا هذا الكلام هذا خلينا بسلام. يعني انتم الهدف ديالكم انكم تقدموا فن وهذا هو الهدف. اللهم ولك الحمد هادشي الله تعالى. يعني انت اخويا كنتي من المشاركين في الفيديو كليب بطبيعه الحال قرب لك شويه الميكرو. يعني كيفاش انتم شفتوا كنتم محضرين على اساس انكم تقدموا هذاك الفيديو كليب في الدوديات جمعتوا يعني كما تنقولوا الاجواء حضرتوا الاجواء باش انكم تقوموا بهذاك الفيديو ولكن تفاجئتوا في الاخر انه التدخل ديال البوليس بانه كاين السيوفه كاين البيتبول كاين شي حوايج اللي ما ماشي معقول. يعني كيفاش انتم هادشي كلشي طرا لكم بالضبط؟ اخويا اش غادي نقول لك كنا مرتبين هذاك الشيء كنا متفقين مع السكينه تا هما تيتعاونوا معنا هما اللي مخرجين لنا الضوء يعني كلشي كان دايز مزيان ولكن كي تيقولوا تطيح البقرات يكثروا الجناوه بان هذا صافي من طرا هذاك المشكل شي بدا تيقولوا عصابه اجراميه كلها واش بدا تيقول ها السيوفه ها الات حدا بزاف عليك بالله كاين الجانكستر في المغرب ما كاينش حلم عباد الله كاين اللي تيكون هذا ما تيتقبلش هذاك الشيء وكاين اللي تيبان ليه بان هذاك الشيء الراب هذا تيبان ليه واحد الحاجه تيديروها غير الشماكريه ولا غير المسخين ولا شي حاجه. كاينين شي ناس اللي تيفكروا بحال هكا ماشي زعما تنقول كل شيء هما اللي كانوا دايرين هذا المشكل هذا هذا اللي تيقول هذا الهضره كابر في خاطره اجي شوف فاش عايشين هنا وهضره هذا الهضره اجي اسمع انا حس بينا ديك الساعه وشوف المهم ماشي مشكل منك ما يجي انا والله ما تكمل معنا والله حتى حاجه ما عيش في خاطرك حتى حاجه هذا ما كانت من هذاك الشيء مشينا حتى عند البوليس حققوا معنا لقاو بان كل شيء مزيان ما كاين حتى شي واحد عنده شي مشكل تبارك الله الدراري كل شيء قاري كل شيء خدام كاين اللي مزوج بوليداتو كي قال لك الاخر كانوا هذاك النهار كانوا عيالات اللي كبار يعني الله يرسلهم معنا على هذاك هما اللي تيجدوا الدراري الصغار وهذاك الشيء كان دايز مزيان. واش غادي نقول لك راه الاخ هشام راه دري اللي زوين ماشي شي واحد اللي خايب وراه ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله ان شاء الله. يعني دروك توقف هذا الفيديو كليب ما باقيش كملتوه ما كان عندكم جوج ديال الاعمال اخرى قرب ليك شويه الميكروفون. نعم تفضل. جايين الاعمال غير دروك من وقع هذا المشكل هذا كاينين مازال شي حوايج مازال غادي نصاوبوهم وان شاء الله راه غادي نعاودو. السؤال ديالي واش كان ترخيص فاش كنتو تتصوروا ولا ما كانش ترخيص؟ لا هو الترخيص ما كاينش. لا دروك حنا المشكل المغرب هو الترخيص ما كاينش وخرقنا حالة الطوارئ اما الاجرام والرعب السكينه وداك الشيء ما كاين منه والو. نعم يعني قول لي دروكا انت كان الهدف ديالكم انكم تقدموا واحد اللوحه فنيه في داك الشيء تراب وتغنيو يعني الساحه الفنيه ب يعني الفن الجديد الفن الشارعي والشوارع والمحيط اللي تنعيشوا فيه والبيئه اللي تنعيشوا فيها وبزاف نتاع الصور والحمد لله لقينا يقبل من الناس وتعاونت معنا يا عباد الله وعجبهم داكشي اللي تنديرو وبغاونا نوصلو وشي عاوتاني ما بغاناش نوصلو وهذوك ما تيبانوش لنا حنا الجنود الخفاء سالي بورتو والبروجي ان شاء الله راه غادي يخرج ان شاء الله الشهر الجاي بحول الله وهاد المره الا كاين شي تصويره كاين بترخيص ان شاء الله. وبالنسبه للبروجيات جاينا جاي بروجيات جايين جوج البومات عامرين ان شاء الله نتسناو خوكم البوفري ان شاء الله تحياتي تبارك الله عليك. يعني لو واش انتم ما تتاملوا ان يكون عندكم شي دعم ان شاء الله باش انكم تدعموا الفن ديالكم مستقبلا؟ لا ما تنتظروش تاعنا الحمد لله راه كاين جي لا مدابزي ماشي نقول لك بخير وعلى خير ولكن تنحاول واني
هذا دريم، هذا جوج دريم، هذا وقبس هنا وسرنق هنا وقاد الغار، وكان حباب الله وكان الدراري وكان داك الشيء فهمتيني. تنقولوا حنا حتى تنجروه ما تيشوفنا حتى شي حد، ولكن ناشط جم الله يحاتي كرم علينا. غير المغرب هذا خويا، ويكون ان شاء الله الخير ان شاء الله. شكرا لكم بعدا من خلال اذا كما تابعتوا معنا متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر، يعني هذو مجموعه ديال الشباب هذه 15 يوم كان حي الدوديات عاش، يعني واحد يعني اللي كانوا هاد الشباب كانوا على امل انهم باش ينهي واحد الفيديو كليب ديالهم في حي الدوديات، ويعني تلسنات او تداولت اخبار انه هاد الشباب اللي كانوا يعني ينتجوا واحد الفيديو كليب في الدوديات بطبيعه الحال انه استعملوا الاسلحه البيضاء واستعملوا البيتبول. اليوم احنا يعني استقبلناهم من خلال هذا اللايف ديال قناه شوف تي في باش نقربكم الصوره. هو هذا العمل ديالهم وكان الهدف ديالهم هو انهم باش انهم يقدموا واحد الفيديو كليب يعني اللي راعي يعني المتتبعين ديالهم الشريحه اللي تتابعوا الانتاج ديالهم. اذا شكرا لكم متتبعين وتحياتي لكم من خلال المباشر، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نشوفكم بحال لي رابور الكبار اللي في المغرب، لما لا وان شاء الله تكون لي ستار خارج الوطن ان شاء الله. تبارك الله عليكم بالتوفيق. خارج الوطن اخر كلمه، اخر سير اخر اخر كلمه البوفري يلاه سير. كيخلي عليكم نشوف تي في غنطبعوا عشيري في الغرب من هذا من هاد البلاصه عشيري مستر جميع الوقفه في المغرب من مراكش حتى لمارسي ود بروكلي. تحيه خاصه عشيري الله يخلي لك المهمه. واش ماش نقولوا كلاميا نشوف الطبيعه ان شاء الله تبقوا داكشي ان شاء الله، والميساج غادي يوصل ان شاء الله وما كاين هرب ان شاء الله بحول الله تعالى، والميساج غادي يوصل 100%. تحيه تبارك الله عليك، تبارك الله عليكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المسيره الفنيه ديالكم. اذا شكرا لكم متتابعينا من خلال هذا المباشر، تحياتي لكم ونهايه اسبوع موفقه للجميع. الله يوفقكم ان شاء الله، تحياتي لكم، شكرا، الله يبارك فيك.